اذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. هذه ماشي شي مدينه اخرى ولا شي بلاصه اللي خارج على كازا. هذه مدينه الدار البيضاء وبالضبط منطقه فوسكوره، شوارع ما فيهمش حتى الاعمده الكهربائيه. حتى الاعمده الكهربائيه ما كايناش هنايا. شوارع اللي كيوقعوا فيها غريساج، كيوقعوا فيها حوادث ديال السير، كيوقعوا فيها اغتصابات، كيوقعوا فيها كذلك سرقات. بالجمله هنا في هذه البلاصه وحده هذه القنطره هذه بالضبط ما كاينش شي مسؤول اللي كيجي هنا وكيقلب وكيجي يشوف وكيقول شو شحال ديال الناس كيدوزوا من هنا. شوفوا شحال ديال الناس كيدوزوا من هنا. الاعمده الكهربائيه والو، ما كاينش شي حاجه اللي خدامه. ما عرفتش علاش هذه المنطقه مهموله. هذه المنطقه ما كاينش شي واحد اللي كيدير فيها خدمته، ما كاينش شي واحد اللي كيدير فيها يعني العمل اللي خاص يدير على ما يرام. ما كايناش هاد الهضره هادي، بالعكس يعني بالعكس كل واحد هنا كيخدم باللي مصلحته الخاصه. دوي هنا دائما على منطقه بوسكوره، نتوما كتشوفوا معنا الخلاء الخلوي كي كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا. وما كاينش شي واحد اللي يعني كيدير شي باديره ويصاوب لهاد الناس. راه باقي هنا ماشي ما كاينش الزفت، كاين التراب عاد باش كاين واحد شويه ديال الزفت. كيدوزوا من هنا كاميوات، رموكات، مطار، تريبورتوراج، لي موان دي ترونسبور، شركات. ماشي لي موان دي ترونسبور، الناس عندهم ترونسبور، ما كاينش ترونسبور هنا. هنا كيجي على رجلك يا تبقى تما. كيجيو بعض المرات الشركات اللي عندهم لي ترونسبور اللي كيوصلوا للمستخدمين ديالهم، هما اللي كيجيو هنا. كيوقعوا حوادث، كيوقع كريساج، كيوقعوا بزاف ديال الامور كيف ما كتشاهدوا معانا. راه هادشي ماشي فشي مدينه اخرى، راه غير المكانسة ابو سكورة، ماشي شي بلاصه اللي بعيده. شوفوا الناس دابا الا ما كنتيش عارف هنا بحال هاد مول الطوموبيل، جاب الله عارف. الا ما كانش عارف غادي يدوز على هاد الحجر كول، يدوز على هاد الروينه كامله، غادي يدوز على. شوف الطريق كيداير 2023 منطقه المكانسة المحسوبه على ابو سكورة. رئيس جماعه ما كاينش، حتى شي واحد ما كاين. شوف الناس ساكنه كيدا كي كنقولوا باللغه الدارجه. السلام عليكم. ما كاينش الضو هنا عمي، ما كاين لا ضو لا والو، كاين بحال ما هكا الدنيا، بحال ما هكا. السلام عليكم خويا، ما يسولوك الدنيا بحال ما هكا ديما، ما كاين لا ضو لا والو، ما كاين لا طريق لا العذاب هنا، ما كاين لا مرشحين لا مسؤولين هنا. كيجيوها في المصلحة ديالهم. الله يرحم الوالدين والأستاذ، الله يجزيك بخير. كاين هنا وليدات كيقراو، كاين هنا نساء اللي خدامات، كاين هنا اللي مريض ليه ولدو بغا يديه لشي سبيطار. اش يوقف هنا يقول لي دابا مريض ليه ولدو؟ راه هادشي والله إلا كيضر في الخاطر بالله. دابا هذاك الدوار راه التقلية والمكاسة وهادشي، مريض ليه ولدو أيجي غادي يوقف به هنا باش يدي ولدو للسبيطار؟ مع غادي يوقف هنا غادي يكريسيو. هادي أول حاجة. الأعمدة الكهربائية ما فيهم لا ضو لا والو، الناس كيدوزو ما كاين لا شارع لا والو. أصحاب المطر الروينة ما كاينش شي واحد اللي كيدير خدمتو ولا كيدير العمل ديالو. كنضرب لي هنا المسؤولين ديال منطقة بوسكورة كلهم ما كاينينش. أوت رئيس جماعة، أوت الناس المنتخبين، أوت كلشي ما كاينش. كلشي كيدير في مصلحته الشخصيه. لحقاش هنا خروقات بالجمله، هنا بهذه المنطقه هذه خروقات بالجمله. وبوله كتخسر، بوله كتخسر، ما كاينش اللي يصوبها لك. تخيل معايا دابا بوله غادي تخسر، ما كاينش اللي غادي يصوبها لك. واش فهمتي ولا ما فهمتش؟ ما كاينش اللي غادي يصوبها لك، ما كاينش اللي غادي يصوب لك هاد الطريق. يعني الا ما تصوبتش راتها ما كاينش اللي غادي يصوبها لك. هادشي كيضر في الخاطر الصراحة. نتمنو من الله خير. نتمنو السلام عليكم خويا، غنسولك الله يحفظك. أنا صحافي، شوف تافي، دير واحد اللايف دابا، ما غاديش تبان معايا أنت بعيد، دير اللايف على قبل هاد الروينة ديال الطريق، باش نسولك شحال هو الضو ما كاينش هنايا. هو خويا شحال مدة راه شي شحال، راه دابا تيشعلو وتيفرق. نقولو 3 سنين، نقولو 4 سنين، نقولو 5 سنين. 5 سنين. والطريق شحال ويا داير بحال ما هكا، لا
الحفاري ما بغاو يصوبوها بالله شي واحد اوكسيد خايبين هنا يا الدراري الصغار شي ضربوا شحال من حاجه ياك ماشي براني وبلاد ماشي براني خاصهم ضروري يصلحوا الطريق هذا باقا غادي تشد ما عرفش الله يرحم لك الوالدين الله يجازيك بخير هذا خويا الطريق هذا باش يصلحوا هذا القنطرة هذه شي يوم باش هذه القنطرة هذه القنطرة شي نهار غادي تطيح الله يرحم لك الوالدين والسات الله يجازيك بخير دن متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا هذه الشوه ديال المسؤولين ديال منطقه شبو سكوره هنا وهذه البلاصه اللي محسوبه على المكانسه دن كيف ما كتشاهدوا معنا شو ما هادشي يكون باقي هنا لحدود هاد السنوات اللي كنعيشوها حتى شي واحد ماقدر يصوب هاد الشيء هذا حتى شي واحد ماقدر يدير لهاد الناس الضوء الناس اللي كتجيو عندهم انتخبوا علينا انتخبوا علينا وانتخبوا علينا ما قدرتش هاد الناس توفروا لهم شي حاجه اللي ساهله الضوء صاحبي الضوء ترى الا طفيتي الضوء راه انا ما يبان لك والو والله ما تبان لك شي حاجه بالله والو انا حنا مازال انا دابا موطور عندي الضوء دابا لا الضوء شويه مشات الا طفيتي راه ما غادي يبقى يبان لك والو 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 متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا من منطقة المكانسة محسوبة على عمالة بوسكورة غادي نختم معكم هذا المباشر ونرجع معكم بعد قليل في شوهة أخرى من نفس البلاصة تبارك الله عليكم إلى اللقاء